السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا في الماس ترانسفير أوبريشن هو overall driving force and overall mass transfer coefficient في الجزء الأول من المحاضرة الأولى. طلاب مثل ما تلاحظون عنوان المحاضرة overall driving force and overall mass transfer coefficient هو تكملة للمحاضرة السابقة اللي تناولنا فيها نظرية التوفيلم ثيوري. وحسب ما تلاحظون في المخطط أسفل هذا السلايد نلاحظ بأنه عملية الانتقال للمادة هي تأتي من جزء الغاز فيس اللي هو في الطرف الأيسر من الرسم الموجود هنا. يتوجه هذا الغاز إلى السطح السائل حيث هنالك منطقة افتراضية اللي تدعى بالغاز فيلم، يبدأ فيها انحدار تركيز هذا الغاز للوصول إلى سطح السائل، وبالتالي راح يبدأ هذا الغاز بالذوبان على سطح السائل ويتحول إلى يعامل كمعاملة ليكويد ويحدث فيه عملية التوازن بعد وقت معين، ويبدأ هذا الغاز بالدخول إلى داخل السائل وتركيز هذا الغاز يبدأ بالانخفاض إلى أن نصل إلى منطقة معينة يبدأ هذا التركيز بالثباتية، وإلى أن نحصل على تركيز ثابت للغاز المذاب في داخل السائل وهو CA bulk. سطح السائل اللي موجود هنا في منتصف هذا الفيجر راح يتعرض أو موجود على جهتي سطح السائل بتكوين فيلم من طرف الغاز يدعى بالغاز فيلم، ومن طرف الثاني أيضا من جهة الليكويد يدعى بالليكويد فيلم. مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة سمك طبقة الغاز فيلم وسمك طبقة الليكويد فيلم هي السيجما، هذا هي سمك الطبقة الافتراضية. بعد مرور وقت من عملية الانتشار الغاز في داخل السائل راح يصير عندنا عملية اتزان بين الغاز اللي موجود على سطح السائل وبين هو الغاز المذاب، فش راح يصير عملية إكوليبريوم، عملية اتزان على السطح. هذا راح يسبب لنا في حالة معينة من عملية الانتشار. في بعض الأحيان احنا شنو الغرض من هاي النظرية؟ هي حساب تركيز الغاز على سطح السائل، حساب تركيز الغاز على سطح السائل في حالة الغاز فيس يدعى هنا بال CAI اللي هو كتركيز او كمول فراكشن هو YAI، وكتركيز الغاز على سطح السائل كليكويد فيس حيكون اللي هو CAI، كمول فراكشن يتحول الى XAI. هاي عملية التوازن اللي هو موجودة لتركيز الغاز على سطح السائل، فلازم اكو توازن بين الطورين، اكو توازن بين الطورين. شلون نحسب تركيز الغاز كطور غازي وتركيز الغاز كطور سائل؟ هاي من الامور الصعبة يمكن حسابها في بعض الاحيان. ليس فقط هذا، أيضا عندنا عملية حساب الكوفيشنت اللي هي في حالة الكي واي، الكي اكس، الكي واي داش، الكي اكس داش، أو أي نوع آخر من الكوفيشنت. هذا يدعى بالإنديفيجوال كوفيشنت، تدعى بالإنديفيجوال كوفيشنت، لأنه فرق عن اللي راح هسه ناخذه يختلف عن الأوفر أول. individual أقصد به من أقول كي واي سواء كانت داش أو بدون داش أقصد بها الكوفيشنت at gas phase
من أقول Kx معناتها individual coefficient at liquid phase. في بعض الأحيان إحنا حتى هاي صعبة نحسبها، فأكو طريقة أيضا تم اعتمادها لحساب قيمة الـ concentration اللي أقصد بها المول فراكشن للغاز المنتشر at interface على سطح السائل، تعوضنا عن عدم معرفتنا بالمول فراكشن كـ YAI و XAI، وأيضا نقدر على مهمين نقدر نحسب قيمة الكوفيشنت اللي ما أقدر أحسبه في بعض الأحيان. شنو هاي الطريقة؟ هاي الطريقة تدعى بالـ overall driving force. overall driving force أقصد بيها أخذ منطقة الغاز فيس كلها، من ضمنها السطح السائل اللي راح يذاب فيه الغاز عند التوازن. عند التوازن يعني شخصت بها هاي من جهة الغاز، ونفس الحالة أجي من جهة الليكويد أخذ فقط منطقة السائل، يبدي من سطح السائل إلى داخل السائل. هذا بالنسبة للانتشار، وتعرف احنا الانتشار يبدي من الغاز فيس من منطقة ويبدي ينتشر يدخل إلى داخل الليكويد. شلون هاي نحسبها؟ شلون هاي لازم نعرفها؟ راح ناخذ منطقة السائل كدرايفنج فورس. انا قلت لكم دائما طلاب الدرايفنج فورس شخص بي هي عبارة عن حاصل طرح شيئين، اللي هي مثلا حاصل طرح الضغط، حاصل طرح كونسنتريشن. فمن يقول overall driving force معناتها اخذ الكونسنتريشن من بداية الانتشار الى سطح السائل، يعني اخذ المنطقة هاي كلها اللي هنا اتوقف. فمن اقول driving force اريد اسوي مول فراكشن، هاي معناتها YA ناقصا YA star اللي هو called overall driving force for the gas phase. شخصت بيها PA bulk من أقسمها على الضغط الكلي هيتحول إلى YA bulk. هذا هو أو بدون البلك يعني بدون البي. وإهنانة عند التوازن، عند التوازن حتتحول إلى شنو؟ تتحول إلى YA star. YA star هاي عند هاي المنطقة. فال YA star اللي هي أقصد بها المول فراكشن للغاز على سطح السائل at equilibrium عند التوازن، لأن دائما ال YA bulk هو أكبر من YA star، فيصير ال YA أو YA bulk ناقصا YA star. هاي بالنسبة لمن من أريد أسوي driving force لكل منطقة الغاز، لكل منطقة الغاز. من أريد أسوي لمنطقة السائل فش راح أسوي هسه؟ أقول بأنه من عند هاي المنطقة اللي هو XA star لأنه عند منطقة التوازن، وأجي أفوت أدخل وين أروح؟ عند هاي المنطقة اللي هو XA bulk أو فقط XA. فهاي معناتها من أريد أربطها كدرايفنج فورس at liquid phase شي يقول XA star ناقصا XA bulk أو XA اللي هي overall driving force for the liquid phase. هاي احنا هي نقدر ناخذ المنطقة كلها بغض النظر عن ما يحدث بداخلها، بدايتها ونهايتها. وبالتالي طلاب راح احنا نتخلص من الموجود في داخل هاي المنطقة، وما في بعض الأحيان تبعات أكو أمور ما نقدر نحسبها. أما قيمة الـ YA star YA star والـ XA star هسه راح بعدين في نهاية المحاضرة هعلمكم شلون نقدر نحسبها. هاي بالنسبة لكل منطقة ناخذها على حدة. من أريد أحسب القوانين لهاي كل منطقة، أيضا راح أتبع ميكانيكيات الاثنين اللي تعلمناها، الميكانيكية الأولى في حالة الإكويمولار كاونتر ديفيوجن وفي حالة اليونيمولار ديفيوجن. هنا شو راح يصير عندنا؟ احنا نعرف كل زين اللي هو الـ NA من أريد أحسب الفلكس هو عبارة يساوي لنا الثابت الكوفيشنت في الدرايفنج فورس. من أريد أجي أشتغل ضمن هاي القوانين راح أبدي أشتغل في حالة منو؟ الغاز فيس. في حالة الغاز فيس
من أريد أوجد الفلاكس مالته ال K في حالة ال accumular counter diffusion فهيكون K داش بما أنا دا أشتغل بالمول فراكشن K داش Y بما هشتغل over all driving force هيكون ال K مال T هو K داش لأنه شنو accumular counter diffusion بما أنه غاز وكمول فراكشن KY داش بما أنه قلنا overall فحخلي لرمز الـ O على مشي يصير K داش overall مول فراكشن هذا بالنسبة للثابت أضربه بيش في الـ driving force مالتنا بدايتنا اللي هو YA أو YA bulk نفس الحالة ناقصا المول فراكشن للغاز المذاب at equilibrium فهذا القانون أخذ المنطقة كلها أخذ المنطقة كلها مال الغاز فيس بس هذا القانون قلنا نستخدمه في حالة الاكويمولار كاونتر ديفيوجن من أريد أشتغل في حالة الميكانيكية الثانية اللي هي بمعادلة رقم 23 إيش راح يصير عندي الميكانيكية الثانية هي بدون الداش بما أنه كغاز فيس أخلي له واي أوفر أول هو كي أوفر أول واي داش بيش مضروب كي أوفر أول او يعني او واي بيش مضروب في الدرايفنج فورس المول فراكشن نفس الحاله الواي اي او واي اي بالك نفس الشيء ناقصا الواي اي ستار اللي هو ات اكوليبريوم هاي بالنسبه للغاز فيس وانا معرف لكم كلها شنو يقصد بها الكي او واي داش والكي او واي اللي هي نفس الوحدات مالتها اللي كولمول على متر تربيع سكند مول فراكشن والواي اي ستار هنا اقصد بها هي قيمة الغاز كمول فراكشن كغاز فيز اللي يكون في حالة توازن ويا من ويا الاكس اي هذا كله موجود حالة التوازن قلنا على سطح السائل هاي المعادلات اللي اخذناها معادلة رقم 22 معادلة رقم 23 مثل ما قلنا هاي كلها تعبر عن منو في حالة الغاز فيز اما في حالة الليكويد فيز طلاب نفس الشيء راح نعبر عنها ولكن باختلاف تعرفون هو قيمة المول فراكشن المعادلات اللي هي 24-25 في حالة الغاز فيز الميكانيكية الاولى في حالة الاكوميلار كاونتر ديفيوجن الكي هو داش بما انه ليكويد فيز هو اكس بما انه اوفر اول اخلي له او الدرايفنج فورس منين يبدي بالليكويد يبدي من السطح منو عندي بالسطح كمول فراكشن هو اكس اي ستار وبعدين وين يروح يدخل الى داخل السائل اللي هو اكس اي او اكس اي بالك فهذا هو الميكانيكية الاولى بالنسبة للليكويد فيس وانتبهوا طلاب دائما نبديها من السطح وندخل جوا السطح منو عندي المول فراكشن هو اللي هو موجود على السطح اللي هو ات اكوليبريوم وننزل جوا اكس اي بالك معناتها شغلنا بالليكويد هو عكس ما موجود بالغاز يعني الغاز يبدي بالبلك وينتهي بالإكوليبريوم السائل يبدي بالإكوليبريوم وينتهي بالبلك في حالة الميكانيكية الثانية اليوني مولكولار ديفيوجن اللي هي بدون داش هيكون KOX ونفس الحالة XA ستار ناقصا XA بلك هاي الأربع قوانين نستخدمها القانون الأول اللي هو معادلة رقم 22 23 24 25 أذني القوانين كلها تستخدم لحساب الفلكس في حالة الغاز فيس في حالة الليكويد فيس في حالة عندنا تو ميكانيزم اللي احنا حسب الميكانيكيات اللي نحتاجها فعندنا هذا المعادلة وهاي المعادلة وأذني المعادلتين هاي اللي تستخدم لحساب قيمة الفلكس هاي أيضا التعريفات اللي هي الأوفر أول ماس ترانسفير كوفيشنت وهنا اقصد بها ايضا الاكس اي ستار اللي هي المول فراكشن للليكويد فيز وهذا من اقول ستار هذا معناته في حاله توازن ويا من ويا الواي في حاله توازن ويا الواي الرسم اللي اريد ارسمه هنا طلاب اعلمكم عن كيفيه حساب الرسم وايجاد الميل احنا اخذنا سابقا راح نرسم بين المول فراكشن للليكويد فيس والمول فراكشن للغاز فيس ويطلع لنا هكذا كيرف وبعدين انا اذا اريد اخذ قيمه للبي هاي قيمه البي عندنا
شنو احداثياته؟ XA bulk YA bulk. وراح ارسم هنا طلاب اللاين اللي بزاوية معينة اللي هو شنو هذا اللاين مالتنا. هذا شلون اطلع قيمة السلوب؟ السلوب احنا قلنا شو يساوينا في حالة الميكانيكية الاولى؟ ناقصا KX داش على KY داش. اخذ هذا اوجد قيمتها، اخذ له شنو التان انفيرس لهذا السلوب، راح تطلع لنا قيمة الثيتا. من الثيتا اخلي منقلة وابدي ارسم. هذا كله تعلمناه بالمحاضرة السابقة، زين. وراها شو راح اسوي عندنا طلاب؟ راح ابدي لازم هسه من الكيرف، من اللاين المائل بالزاوية الثيتا، راح اخذ خط مستقيم عمودي اسقطه، راح اوجد قيمة الـ XAI، وافقي اوجد شنو قيمة الـ YAI. هذا الشيء يسموها الانترفيس كونسنتريشن او المول فراكشن للغاز at liquid or gas phase. At interface او at the liquid surface. هاي تعلمناها. نجي اكو شغلة اللخ، قلت لكم بانه انا شلون اوجد قيمة ال y star y a star وال x a star. هذا شلون اوجدهن؟ بما انه دا اقصد به هنا طلاب انتبهوا at equilibrium معناتها يكون في حالة تماس ويا من؟ ويا هذا هو اللي هو الاكوليبريوم كيرف، في حالة تماس ويا الاكوليبريوم كيرف. فشلون ارسم لايجاد قيمة ال y a star وال x a star؟ من نقطة ال p اللي احنا رسمناها سابقا، اخذ خط مستقيم اتجه الى اليمين، اقطع بها الاكوليبريوم، انزل جوه عمودي. ايش راح اوجد؟ اد هاي النقطة هو منو؟ اكس اي ستار، لانه هو جاي من الاكوليبريوم. الواي اي ستار ارجع من نفس النقطة البي، العفو انزل عمودي على الاكوليبريوم، وبعدين اروح افقي على الواي اكسس، اد هاي النقطة هو الواي اي ستار. اذا معناتها اني عن طريق الاكوليبريوم كيرف والنقطة بي اقدر اوجد قيمة الواي اي ستار والاكس اي ستار. هاي عن طريق الرسم، هاي الخطوة، يعني الطريقة الاولى. الطريقة الثانية، احنا عندنا طلاب الواي شي يساوينا ام اكس، اللي هي هاي شنية؟ هاي معادلة الاكوليبريوم اللي نفسها احنا رسمنا من عندها هذا الاكوليبريوم كيرف. هي مين اجى هذا؟ هو اجى من هاي المعادلة. نقدر عن طريق المعادلة نفسها، من اريد الواي ستار لنفرض قيمة الهم 2، اعوض عن قيمة الاكس، راح اوجد عوض عن قيمة الاكس راح اوجد قيمة الواي ستار. اما من اريد قيمة الاكس اي ستار، المفروض هنا شو اسوي؟ اعوض عن قيمة الواي، يطلع لي يعني من اريد اوجد قيمة الاكس اي ستار، اجي اعوض عن قيمة الواي، والام هي اللي نفرض 2، راح تطلع لي قيمة الاكس اي ستار. اذا اما عن طريق الرسم او عن طريق المعادلة اقدر اوجد قيمة الواي اي ستار واكس اي ستار. هاي شغلة اردت اقول لكم. الشغلة الثانية لايجاد الميل، طلاب احنا نعرف الميل، كل ميل احنا يأتي من دلتا واي اوفر دلتا اكس، هاي نعرفها. يعني شنو دلتا؟ اي ناخذ اي نقطتين من الرسم بالنسبة للواي، واي نقطتين تقابلها بالنسبة للاكس راح نطلع قيمة السلوب، لان انا اعرف السلوب ايش يساوينا؟ يساوينا دلتا واي اوفر دلتا اكس. من الرسم اذا عندي هاي النقطة وهاي النقطة وعندي هنا نقطة، فاي نقطتين من نفرض عندنا هاي، هاي مين راح تجي؟ هاي هذا بالنسبة اول واحد بالاسود راح اسويها،
هذا معناتها منين تجي؟ هذا مال منو هذا؟ وهذا شنو؟ هذا شو يمثل لنا هذا؟ هاي النقطة تمثل لنا YA bulk، وهاي النقطة شو تمثل لنا YAR، إذن YA bulk ناقصين YAI. تقسيم منو عندنا؟ انتبهوا هذا من هو؟ هذا XA star ناقصاً XAI. أوكي طلاب صار واضح؟ هاي قدرنا نوجد الميل عن طريق هاي النقطتين. زين أكو غيرك يقول لك أنا أريد أوجدها من غير واحد، أوجدها من غير واحد. شنو هاي؟ خلنا نمسح هذا، اخذ غير لون على مود يكون شويه اوضح لكم، اخذه باللون الجوزي، اخذ بين هذا وهذا. هاي نقطة، هاي نقطتين منين متكونه؟ متكونه من الواي اي اي واي اي ستار والاكس اي اي، وهذا من هو؟ هذا من هو؟ هذا الاكس اي بالك. اذا هذا الميل الثاني اللي نفرض عليه الميل اثنين منين يجي؟ من ال YAI ناقصا YA star على XAI ناقصا شنو؟ ناقصا شنو؟ XA bulk اللي هو هذا، فهذا ناقصا هذا. فهذا طلاب اذا اريد افهمكم بانه احنا نقدر نوجد الميل عند اي نقطتين، بس انا لازم اعرف هو شي مثل لكم كل نقطة. هذا طبعا شي راح ناخذه بالجزء الثاني بالمحاضرة رقم 9 ان شاء الله، احنا يكون عندنا فكرة اولية شلون طلعنا قيمة الميل. وفي النهاية طلاب نأتي الى نهاية الجزء الاول من المحاضرة 9، نستودعكم الله ولقائنا في الجزء الثاني من المحاضرة 9، وشكرا جزيلا لكم.